طبعا المطلوب من الطلبة هو حل التمارين اللي هن موجودات قدامكم صفحة 21. حل التمرين الأول والثاني، أول وثاني شو عندنا؟ التمرين الثالث والرابع نختار واحد منهن، يا اما الثالث يا اما الرابع. قلنا الاول والثاني اجباري، بعدين عندي خيار يا اما نحل الثالث او نحل الرابع. بالنسبه للمتبينات مطلوب منكم حل المتبينات لعند رقم 6، نختار منهن 4 فقط، يعني عندي 1 و2 و3 و4 و5 و6، نختار منهن 4 فقط نحلهن. 7 و8 مش مقررات عليكم، و9 و10 نفس الشيء مش مقررات. عندي من 1 إلى 6 نحل منهم فقط 4. بالنسبة لتمارين اللوغاريتمات عندي مثال 52 مطلوب منكم تحلوه اللي هن 4. بالنسبة للأشكال اللي قدامنا اللي هن ألف وباء وجيم وديل، قيل لي هو من اللي يكون دالة ومن اللي ما يكونش دالة. مطلوب منكم تذكر لي اللي ما يكونش دالة ليش ما يكونش دالة، يعني ترسم الرسمة وتكتب لي تحتها ليش الشكل هذا ما يكونش دالة. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير.